خطواتي. طيب تعالوا لحد ما الفراخ عندي هنا تستوي، تعالوا اقول لكم الوصفه الحلوه بتاعتي. الوصفه الحلوه بتاعتي هنا عاملاها بناء على وصفه يوم الاربعاء. لما عملت وصفه يوم الاربعاء كده يعني حسيت ان يعني بعض الكومنتات قالت لي فيفا يعني مفيش حاجه اسهل من كده اوفر من كده. لا طبعا فيه، والطعم قريب كتير 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 ليها. هعمل ايه النهارده؟ هعمل مهلبيه تجنن بثلاث مقادير مش اكتر، وهعمل صوص كراميل يجنن. مش صوص الكراميل معتادين عليه، بس انا عايزه كده يبقى عندي هنا مش بيقطم، مش حاجه ناشفه، ففي شويه اضافات هتعجبكم قوي. طيب ايه المهلبيه بتاعتي النهارده بالكراميل؟ على فكره تتاكل من غير ما تتحط في الثلاجه، يعني من مميزات المهلبيه دي شتويه شويه. طيب ايه عندي بقى المقادير بتاعتي عباره عن ايه؟ يلا بينا. كوبايتين دقيق، ايوه، عليهم تلتين كوب سكر بالظبط كده، لتر لبن، رشه فانيليا، معلقه زبده واحده. تاني مقادير المهلبيه عندي مقاديرها ايه؟ كوبايتين دقيق، تلتين كوب سكر، طبعا انت عايزه اقل هتقللي، معلقه كبيره زبده، لتر لبن، ورشة فانيليا. دي المهلبية، اتفقنا. نيجي بقى لصوص الكراميل بتاعنا، عبارة عن ايه؟ كوباية سكر، عليهم معلقتين نشا، وكوباية لبن. كوباية سكر قدامها كوباية لبن، عليهم معلقتين نشا، خلاص. ورشة ملح، دي أساسية في أي صوص كراميل عندي، رشة الملح، اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يلا هنعمل ايه؟ هنجيب الأول الحلة بتاعتنا ونحطها هنا، ونحط طبعا فيها المقادير بتاعتي على البارد. يعني عندي اهو لتر اللبن احطه في الحله كله، وادوب فيه الدقيق، وادوب فيه السكر كله على البارد الاول، وطبعا رشه الفانيليا اللي عندي اهو. وادي الدقيق، انزل بالوصفات الحلوه اهو، اهو الدقيق كله على ايه؟ على البارد، علشان كله يدوب عندي، ما تقربوش من النار خالص غير لما كله يدوب. وادي عندي السكر كمان، وادي عندي رشه الفانيليا اهو. حاجه كده يا جماعه قريبه قوي من طعم البشاميل الحلو، حاجه حلوه قوي، اقتصاديه جدا زي ما انتم شايفين، سهله جدا جدا، تديني كميه حلوه. ممكن اعملها في قالب واقطع مهلبيه بالكراميل، خلاص. ممكن اعملها في بولات، انتوا حابين ايه اعملوه زي ما انتوا حابين اهي. ممكن اعمل ده كله بعد ما يستوي، احط الزبده، احطها امتى؟ في الاخر. بصوا عندي هنا كل الخليط داب. طب لو ما دابش زي ما احنا متعودين بعمل ايه؟ تعالى اقول لكم. على النار، واروح جايبه الهاند بلندر بتاعتي اهو، واروح مدياها ضربه، هلاقي اللي ما دابش داب حالا. ما بقاش عندي اي تكتلات في اي حاجه، اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هسيبها بقى كده، طبعا ايدي فيها على طول اهي بالمعلقه، ماشي، علشان هتستوي معايا. انا عايزه قوامها طبعا يكون حلو جدا، مفيش حاجه عندي تكتل. وفي الاخر خالص بحط ايه؟ مكعبين الزبده اللي هي بمقام معلقه زبده يعني. هنا بس عايزه اوريكم قوام المهلبيه، بصوا عامل ازاي. تعالوا كده بصوا قوام المهلبيه عندي عامل ازاي. هنا اروح نازله بقى بمكعبين ثلاثه اربعه الزبده اللي انا عايزاهم، وايه اسيحهم كده. بصوا بقى هتبقى بتلمع ازاي، الله.
ماشي، بعد ما ايدي فيها طبعا، ولو كلكعت منكم احنا عارفين الطريق، الهاند بلندر عندي على طول. وادي الزبده بتديها لون تاني ولمعه وطعم تاني، وحطيت حاجه قليله جدا. طيب عندي هنا يا جماعه كمان، عشان شغاله بالناحيتين، بصوا الفراخ عندي هنا بالمشروم استوت تماما، انزل عليهم بقى بمعلقتين الدقيق، هيختفوا خالص معايا. هروح عامله ايه؟ نازله بقى بمكعب مرقه الخضروات اللي انا مدوباه فيه، كوبايه ميه، الله، واروح نازله بقى بايه؟ باللبن اهو، اديني قوام كريمي وطعم شوربه غير عاديه. وطبعا احب جدا، انا هكمل بميه، انا هكمل بميه، مش هحط كل الكميه لبن برضو اهو. وطبعا اخر حاجه مكعبين ايه؟ الجبنه بتاعتي الكريميه، او معلقتين الجبنه. وطبعا قلت لكم ممكن نحط جبنه وممكن نحط قشطه زي ما احنا عايزين اهو، واسيبها بقى ايه تكمل سوا. وعندي المهلبيه هنا خلاص استوت، هاخدها بقى تعالوا لي كده بالزبده بتاعتي اللي هي ايه دايبه فيها، ومديالها نفس وريحه حلوه قوي. اجيب الكاسات بتاعتي واحط فيها. طيب وبعدين هنا بقى انا عندي السكر، عندي هنا طاسه او ووك او اي حاجه هحط فيها السكر اللي هيكرمل. بكرمل السكر ازاي؟ كده بحط السكر وما بجيش جنبه خالص دلوقتي. امتى باجي جنبه؟ امتى ساعده؟ انا عندي هنا النار هاديه، امتى ساعده؟ هقول لكم حالا امتى ساعده، لما هو يدوب لوحده الاول. لو حطيت ايدي فيه شكرا هيكلكع معايا، لو حطيت ايدي فيه شكرا هيكلكع معايا. امال هعمل ايه؟ انا هسيبه هو لوحده خالص، هو اللي يدوب عندي وبعدين ابدا ايه اساعده. طيب تعالوا بقى نشوف المهلبيه، واوعوا تستهونوا بالمهلبيه دي، مش عشان بسيطه تقولوا لا دي مش هتطلع حلو، دي جهنميه هتعجبكم بشكل غير عادي. اوعوا تستهونوا بيها، واوعوا تستهونوا بالحاجه البسيطه، بالعكس يا جماعه، الحاجه البسيطه دايما بيبقى فيها طعم حلو قوي، غير الحاجه المتكلفه لا 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 لا، يمكن عايز اقول لكم تعجبكم دي اكتر من حاجه بنكلفها بحاجات كتير قوي. فاوعوا تستهونوا باي وصفه بعملها تكون مقاديرها بسيطه، بالعكس هتبقى معاكم حلوه، اصلا ريحتها تجنن صدقوني. عارفين لما بنعمل البشاميل الحلو ونبقى عايزين ناكله هو لوحده، هو حاجه كده اهي. خلوا بالكم انا مش عامله حاجه غير وانا معاكم، كل ده عملناه مع بعض اهي. عايزه اقول لكم لو عايزين، بس عشان انا بعملها بطريقه موفره، لو عايزين تتوصوا بيها قلبوا الدقيق ده في سمنه عادي كاني بعمل ايه؟ بشاميل. بقلب الدقيق في سمنه كاني بعمل بشاميل، لو عايزين بقى تكلفوا، بس عايزه ايه؟ هزها كده. لو عايزين تكلفوا هنقلب الدقيق ده في سمنه كاني بعمل بشاميل، واخدين بالكم؟ وبعدين انزل باللبن وهكذا 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 بقيت ايه مقاديري. طيب